أهلا بيكم في تاني حلقات سلسلة أساسيات الكيمياء مع خضرونيوم. الحلقة دي هنكمل فيها رحلة وصولنا لمفهومنا الحالي عن الذرة بعد سيطرة نظرية العناصر الأربعة على مدار 2000 سنة. اتعلمنا فيهم إزاي نحول السحر والشعوذة وأساطير الخيمياء لعلم الكيمياء. جهز بقى مشروبك البديع وتعالالي بعد هذا الانترو السريع. توقفنا في الحلقة الماضية عند أرسطو اللي انحاز لنظرية العناصر الأربعة عن طريق الاستناد للملاحظة مقابل التفكير الفلسفي المثالي النظري البحت اللي ساد عصره. ودلوقتي خلونا نجري بالزمن 2000 سنة لقدام لحد القرن 19 الميلادي اللي لاحظ فيه الكيميائي جون دالتون من التجارب العملية إن الكميات المختلفة من المركبات دائما بتحتوي على نسب ثابتة من العناصر اللي بتكونها. وبناء على هذه الملاحظات أعاد طرح النظرية الذرية واستنتج إن المواد بشكل عام عبارة عن تكتلات من وحدات بنائية دقيقة لا تتجزأ اللي هي الذرات، والذرات دي بتكون متطابقة لكل عنصر لكنها بتختلف من عنصر لآخر، زي ما وضح في جدول العناصر ده اللي اقترح فيه الرموز دي لذرات العناصر اللي كانت معروفة وقتها. وبكده تكون تفاعلات المواد مع بعضها علشان تكون مواد جديدة عبارة عن انفصال أو اندماج أو إعادة ترتيب للتكتلات دي. وفي جميع الأحوال أي مركب بيتركب من الذرات اللي في الجدول ده بنسب مختلفة. واحد مصحصح ومركز يقول لي الله، مش هو ده نفس كلام الفلاسفة ليوكيبس وديمقريتس؟ ايه الجديد اللي جابه دالتون؟ الجديد يا سيدي هو ان دالتون استنتج النظرية دي من تجارب عملية موثقة ومنشورة للعالم كله علشان يختبرها مرة واتنين والف ويشوفها هتطلع نفس النتائج في كل مرة ولا الراجل ده بيقول اي كلام، واللي عنده تجارب تثبت غير كده يتفضل يورينا. وهي دي المنهجية العلمية اللي بتعتمد في جوهرها على التجربة العملية والملاحظة مقابل الاعتماد فقط على الفلسفة والمنطق والتأملات الفكرية. طبعا العلم التجريبي كله مدين للفلسفة بالمنهجية العلمية اللي خرجت من رحم الفلسفة، لكنها هتترعرع بعد كده وتطلع لنا العلوم التجريبية اللي زي الكيمياء. المحطة اللي بعد كده في رحلتنا لاكتشاف الذرة كانت مع الفيزيائي جوزيف تومسون اللي كان شغال على حل لغز أشعة الكاثود. ايه لغز أشعة الكاثود ده؟ في هذا الوقت العلماء كانوا مشغولين بتجربة عملية عبارة عن أنبوبة زجاجية بتحتوي على كمية غاز قليلة جدا وجواها شريحتين من المعدن، لما بيتوصلوا بجهد كهربي عالي بتطلع أشعة عجيبة من شريحة المعدن المتوصلة بالقطب السالب اللي اسمه الكاثود، وتسمت الأشعة على اسمه لأنه مصدرها، وتتجه هذه الأشعة باتجاه القطب الموجب اللي اسمه الأنود. ولو خرمنا خرم في شريحة الأنود دي فالأشعة هتعدي من الخرم ده وهتكمل في طريقها لحد آخر الأنبوبة. طب الأشعة دي عبارة عن إيه بالظبط؟ هو ده اللغز اللي حله تومسون عن طريق التجربة والملاحظة. إزاي؟ تومسون لاحظ ان اشعة الكاثود دي بتنحرف عن مسارها المستقيم لو قربنا منها مجال كهربي او مجال مغناطيسي، واستنتج من كده انها عبارة عن جسيمات مشحونة، وبما انها بتنحرف بعيدا عن الشحنة السالبة وبتنجذب للشحنة الموجبة يبقى اكيد الجسيمات اللي بتكون اشعة الكاثود دي مشحونة بشحنة سالبة، لان الشحنات المختلفة تتجاذب والشحنات المتشابهة تتنافر. ولما كرر تومسون نفس التجربة باستخدام معادن مختلفة مكان شريحة المعدن المتوصلة بالقطب السالب، لاحظ انها كلها بتنتج نفس اشعة الكاثود، وبناء على ذلك استنتج ان الجسيمات اللي بتكون اشعة الكاثود دي مكون اساسي في الذرة. وبكده اكتشف تومسون الالكترونات وحسب شحنتها وعدل النموذج الذري لدالتون اللي كانت فيه الذرة مجرد كرة متعادلة كهربيا لتصبح كرة بتتوزع فيها الشحنات السالبة والموجبة بتجانس نوعا ما زي البذر في البطيخة. ونشر تفاصيل تجاربه ونتائجها
لحساب شحنة الإلكترون وتكافئ بجائزة نوبل في الفيزياء على الاكتشاف العظيم ده. بعد كده جه تلميذه الفيزيائي الفذ إرنست راذرفورد وعمل تجربته الشهيرة للتحقق من النموذج الذري البطيخي بتاع أستاذه. التجربة دي كان فكرتها إنه إذا كان كتلة وشحنة الذرة متوزعة بتجانس في جميع أنحاء هذا الشكل الكروي، يبقى لما الذرة دي تتضرب بجسيمات ألفا اللي كتلتها أكبر من كتلة الإلكترون ب7300 مرة، المفروض إن جسيمات ألفا التقيلة دي كلها هتخترق الذرة وتعدي الناحية التانية بدون أي مقاومة، بالظبط زي لما تضرب منديل ورق بدانة مدفع قطرها 38 سنتيمتر. لكنه فوجئ لما ضرب شريحة رفيعة من الذهب بجسيمات ألفا، جزء من الجسيمات التقيلة دي ارتد أو انحرف عن مساره وما قدرش يخترق ذرات الذهب، بالظبط كأن دانة المدفع اللي ضربتها على المنديل الورق ردت في صدرك تاني. والكلام ده معناه إن المنديل طلع فيل، والذرة مستحيل تكون على الشكل الكروي اللي بتتوزع فيه كتلتها وشحنتها بتجانس زي ما تصور تومسون ودالتون. الذرة علشان تقدر تغير مسار جسيم ألفا التقيل ده لازم تكون كل شحنتها الموجبة مركزة في نقطة واحدة، مجالها الكهربي قادر على تغيير مسار جسيمات ألفا اللي ما عدتش الناحية التانية. وبناء على الملاحظات من التجربة دي استنتج راذرفورد ان الذرة معظمها فراغ سمح بمرور جسيمات ألفا اللي عدت، وكتلة الذرة وشحنتها الموجبة بتتركز في نقطة مركزية سماها النواة اللي بتتواجد حولها الإلكترونات الخفيفة سالبة الشحنة، بحيث تكون الذرة كلها على بعضها متعادلة كهربيا. وهو ده النموذج الذري لراذرفورد. ويستمر راذرفورد في تجارب تعريض المواد المختلفة لجسيمات ألفا لحد ما بينجح في انه ينطر جسيم موجب الشحنة من نواة ذرة النيتروجين واللي هيسميه البروتون. يهدى بقى راذرفورد؟ لا، لسه فاضل النيترونات اللي هيكتشفها مع تلميذه جيمس تشادويك، برضه عن طريق ضرب ذرات البريليوم بجسيمات ألفا، فتطلع له جسيمات متعادلة لا بتتأثر بالمجالات الكهربية ولا المغناطيسية، وكتلتها قادرة على تحرير البروتونات من أنوية ذرات العناصر الأخرى. ويفوز تشادويك بجائزة نوبل في الفيزياء على اكتشاف النيترونات. وراذرفورد كان أصلا واخد جائزة نوبل في الكيمياء على شغله في الإشعاع اللي فتح له باب كل الاكتشافات دي بعدها. وبعد كده جه فخر الدنمارك الفيزيائي نيلز بور وطبق ميكانيكا الكم على نموذج راذرفورد علشان يحدد مسارات الإلكترونات حوالين النواة. وأخيرا اتحل لغز الطبيعة الموجية للذرة على إيد دي براولي وشرودنجر، وأحلى طقم جوائز نوبل في الفيزياء للعلماء اللي وصلونا لمفهومنا عن الذرة حتى وقت تصوير هذا الفيديو. الخلاصة اللي عايزك تطلع بيها من الفيديو ده هو إن كل الناس دي وغيرهم كتير مهما كانوا عبقرة وجهابذة فالكل يخطئ ويصيب في نفس الوقت، والمنهجية العلمية بتدينا آلية فعالة لتقرير الصواب والتحقق منه واكتشاف الخطأ وتصحيحه من غير بقى جدال أو شطحات فكرية بعيدة عن الواقع كما هو الحال في حالة الاحتكام المطلق للفلسفة والمنطق بس. طب إيه هي المنهجية العلمية دي بقى بالظبط وبتتطبق إزاي وإيه مميزاتها وعيوبها؟ هو ده موضوع الفيديو الجاي من هذه السلسلة اللي حجيلك اختار بيه لو اشتركت في القناة. شكرا على المتابعة والدعم، والسلام عليكم.